اول وصفه هتكون رز بالفول الحراتي. عشان نعمل رز بالفول الحراتي عندنا رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، عندنا ثوم مفروم وبصل اخضر، زيت وبصل عادي مفروم، تقدروا تستخدموا نوع واحد بس احنا الوصفه الاساسيه بالبصل الابيض، استغلينا البصل الاخضر عشان هو في الموسم يعني. فول اخضر يكون مسلوق ومتقشر، حبهان مطحون وقرفه وملح وفلفل، ممكن تستغنوا عن الحبهان والقرفه وتخلوه بالملح والفلفل بس، وممكن كمان تحطوا له كمون وكزبره بدل الحبهان والقرفه، كل واحد حسب ذوقه. انا هعمل ايه؟ هجيب الزيت الذره احطه هنا. النهارده وصفات نباتي لذيذه جدا 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 ومن المطبخ القديم. بصل، معلش يا ولاد انا عايزه الملح والفلفل، ثوم، او لو هو هنا قولوا لي مكانه فين، بصل اخضر وهخلي طبعا شويه فريش للتقديم، لو هو هنا جوه قولوا لي بس هو فين وانا اجيبه. يبقى احنا حطينا بصل وثوم وبصل اخضر وزيت، وهنديهم دلوقتي ملح وفلفل، وهنديهم رشه حبهان لا تسكر كده زي ما انتم شفتوا، شكرا، رشه حبه قرفه لا تسكر، او كمون وكزبره. كمان لو حبيتوا تحطوا شبت بيبقى حلو قوي مع الوصفه دي، ملح، فلفل اسود برضو حبه صغيرين جدا جدا على طرف المعلقه زي ما عملنا في الحبهان والقرفه. وصفة لذيذة، لان الصراحة هو تفصيصه وبعدين سلقه وبعدين تقشيره شغلانة شوية، شغلانة شوية بالنسبة لنا احنا دلوقتي يعني، زمان كان حاجة عادية. بس دبلو انزل عليهم الفول المسلوق ومتقشر. دايما دايما ما تاخدوش الفول الحراتي الكبير قوي، لان الكبير قوي ده بيبقى شيخ. حدي المية عادي، كل كوباية من الرز عليها كوباية من المية السخنة، بس انا حدي المية الاول واخد غلوة وبعد كده انزل باقي الرز يا مدام منى. فعلا دي من الوصفات اللي كلنا اتربينا عليها، وبيبقى الواحد مرتبط بالحاجات دي ارتباط كده عاطفي يعني اكتر منه اي حاجة تانية. وبعدين في كده عدد من السنين الحاجات دي سقطت سهوا كده. غطيت الرز، قلبته، حطيته على نار هادية، يعني نقلته على النار الأهدى وسايباه بقى يستوي.